بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذه اللقاءات خالصة لوجهك الكريم، وفي ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أيها المشاهدون الكرام، إن صحبة القرآن الكريم نعمة من أجل النعم، لأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون هداية السماء إلى الأرض. وحديثنا اليوم بصحبة سورة من سور القرآن الكريم، وهذه السورة هي سورة النساء، فقد سبقتها سور الفاتحة والبقرة وآل عمران. وسورة النساء من السور المدنية الخالصة، أي من السور التي كان نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. وعدد آيات هذه السورة الكريمة 76 آية، فهي أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة. وسميت هذه السورة الكريمة بسورة النساء منذ العهد النبوي، لأن حديثها عن حقوق النساء أكثر من حديث غيرها. وسميت أيضا بسورة النساء الكبرى تمييزا لها عن سورة أخرى تسمى بسورة النساء الصغرى، وهي سورة الطلاق. وعندما نقرأ سورة النساء بتدبر وبتأمل وبتفكر، نرى أن هذه السورة الكريمة قد نظمت المجتمع الإسلامي تنظيما دقيقا، تنظيما حكيما، تنظيما داخليا وخارجيا، تنظيما تشريعيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا وسلوكيا. نظمت علاقة الإنسان بخالقه، نظمت علاقة الإنسان بأخيه الإنسان، نظمت علاقة الإنسان بغيره من الناس، نظمت علاقة المسلم بغير المسلم. نقرأ هذه السورة الكريمة فنراها تفتتح بقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بهذا الافتتاح الكريم تفتتح سورة النساء بنداء عام إلى الناس جميعا، وهذا النداء المتمثل في قول الله عز وجل يا أيها الناس تكرر في القرآن الكريم 19 مرة، ما يقرب من 20 مرة تكرر نداء الناس بهذا النداء الجامع يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. 19 مرة يتكرر النداء بقوله عز وجل يا أيها الناس، فالنداء للناس جميعا اتقوا ربكم أي أخلصوا العبادة لخالقكم وصونوا أنفسكم عن كل ما لا يليق، لأن التقوى معناها أن يصون الإنسان نفسه عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، والمراد بالنفس الواحدة هنا آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها، يعني أوجد من هذه النفس الواحدة ومن جنسها أوجد زوجها، وخلق منها زوجها وبث منهما أي ونشر منهما وبث منهما رجالا كثيرين ونساء كثيرات، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم يكرر سبحانه الأمر بتقواه فيقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله الذي بعضكم يسأل بعض فيقول له بحق الله عاملني بكذا أو اعطني كذا أو أريد منك كذا، وبحق الأرحام التي وصل الله بعضها ببعض، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد تضمن هذا النداء أمرين أساسيين، الأمر الأول وحدة العقيدة، اتقوا الله وحدة العقيدة، الأمر الثاني وحدة النوع والجنس الذي خلقكم من نفس واحدة، فأهل الشرق وأهل الغرب وأهل الشمال وأهل الجنوب والناس جميعا من هو في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب أو هنا أو هناك، الناس جميعا من أب واحد ومن أم واحدة
كما قال سبحانه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم وشفاعة القرآن الكريم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.